يقول لقد تدمر العراق ولن تقوم له قائد. أقول هذا كلام غراب، لأن البلد الوحيدة القادرة أن يعيد نفسه أكثر من غيره هو العراق. العراق دمر ومسح من الأرض طلعات في كل أرض تقوم بها الحضارة، عندما تنتهي الحضارة لن تقوم مرة أخرى إلا العراق. الصومالية انتهت، الأكادية انتهت، البابلية انتهت، الأشورية انتهت، ثم قامت بعد ذلك حضارات أخرى، ثم جاءت بغداد وتعرفون تأثير بغداد. أضرب لكم مثلا بسيطا على أنه هذا البلد بناء ومعطاء. في عام 1393 جاء تيمور لينك، تيمور الأعرج، وحاصر بغداد ومسح بغداد، لم يبقي حجر على حجر، مسح صدمة. ظرف 4 سنوات عادت بغداد مدينة عظيمة. ثم جاء الحكام الذين سقطت حضارتهم وأسقطوا بغداد ولم يبقون حجر على حجر، وعادت بغداد. ثم عاد تيمور لينك مرة أخرى وحاصر بغداد ومسحها من الأرض، وعادت مرة أخرى. ثم عادوا مرة أخرى. في ظرف 15 سنة بغداد سقطت وقامت حوالي 5 مرات. أي مدينة هذه التي تسقط وتصبح أرض يباب ثم تكون مدينة العرب إلا أخوان؟ لذلك يجب أن العراقي يتفائل أن هذه الأرض ستعود، هذه الأرض لن تموت. نحن بناة عرماء ونحن أهبانا الله بأرض لا تموت. ممكن تنام، ممكن تجيها غيبوبة، ممكن تمر، لكن العراق لا يموت. إن مات العراق فقد ماتت الدنيا، وهذا ليس تعصب أبدا إطلاقا. العراق هو أرض حباها الله بأشياء كثيرة كبيرة. هنالك عالم أمريكي اسمه سامويل كرامر، لديه كتاب جميل اسمه كل شيء بدأ في صومال. يقول كل الأشياء التي نحن الآن نرفض بها بدأت وين؟ في صومال. أحد العلماء الأمريكان يقول، علماء الآثار، لو جئت لتقارن بين الحضارة العراقية والحضارة المصرية فإن الحضارة المصرية أمام الحضارة العراقية عبارة عن لعب أطفال، just toys كما يقول عالم الآثار الأمريكي مجاهد بنسل. هذا الكلام مو أنا ما أقوله، لأن أنا أحترم حضارة مصر. حضارة مصرية حضارة عريقة جدا وقدمت للإنسانية الكثير، ولكنها الحضارة الثانية. أنا أقولها لأن هنالك غمط كبير لحضارة العراق، فبعض الأحيان الذي يغمط حقه يحتاج إلى صمت أعلى من الطبيعة. أما الإنسان الذي بيده حقه فلا يتكلم بصوت عالي، يقول هذا حقي خلاص. لكن الذي يأخذ حقه وبشكل سافر فيصرخ، فأنا أقولها من باب الصراخ أو البكاء حتى ينتبه الآخرين، لأن كثير من الناس يأتون يقولون بأيهما أقبل، الحضارة العراقية من الحضارة المصرية؟ أنا أتألم، أقول كيف يكون ذلك؟ في مصر قامت الحضارة، السكن بدأ في مصر في 1005 قبل الميلاد، الزراعة بدأت في مصر في 1005 قبل الميلاد، كل شيء في مصر بدأ في 1005 قبل الميلاد، بينما في العراق السكن موجود 60,000 سنة، كهف شديد. الزراعة في العراق 11,000 سنة قبل الميلاد، الدين في الدولة في العراق 7,000 قبل الميلاد. كل شيء
اللغة في العراق في الألف الرابع قبل الميلاد، الكتابة بالنسبة لي. الدين موجود في العراق منذ الألف التاسع قبل الميلاد، وبالتالي كل شيء. تصوروا أن يقول لك الفلك الآن المكتشفة من ناسا تقول بأن هناك 88 برج في السماء. البابليين قبل 4000 سنة اكتشفوا 48 برج قبل 4000 سنة، والآن الإنسانية كلها اكتشفت 40. يعني البابليون كانوا قد اكتشفوا، ليس ذلك. وجدنا عندما أردنا أن نبني سد حمري، طبعا بعض الأحيان المشاريع الارتجاء السريعة بها دمار، فقرروا الدول العراقية بالسبعينات تسمي سد حمري. ولذلك القرار سنتين أمامكم، سنتين فقط تقوبون كل مساحة تل حمري وكل حضارة العراق القديمة قبل 1005 إلى في حمري سنتين، بعدها نغمرها بالمياه. النظام السابق كان يمنع وجود الجامعات العالمية، كل آثار العالم أيها الأخوة لا تكتشف بطاقات بلدانها، دائما تكتشف بالجامعات العالمية. الجامعة العالمية جامعة عالمية وتسمي استكشافات وتجيب فلوس للبحث التقليدي تكلف ملايين. الآن مدينة الآثار بتقدر تطلع لها ثلاث بحثات تقليدية وثلاث بحثات تقليدية مصر الآن. ليست يعني قوية جدا. بينما عندما تأتي جامعة ميشيغان أو بنسلفانيا أو ميشيغان فإنها تأتي وتقوم بترتيبات عظيمة جدا. لهذا مطلوب عندنا بسنتين نستكشف في الأرض. نائل حنون وهو أحد علماء العراق اللي في عمان اكتشف لوح في حملي. تصور هذا اللوح على شكل مقعر وموجود الشمس في الوسط وموجود بها مسارات المجموعة الشمسية ومحددين مكان الأرض وحجم الأرض ضئيل والمشتري أكبر من الشمس وهكذا، ومحدديها 8 مجموعة شمسية. في عام 2000 العلماء اكتشفوا أن بلوتو غير موجود وزيل من المجموعة الشمسية، يعني 8 لأجرام السنة. العلماء كانوا يتصوروا لحد عام 2000 أن هنالك شيء اسمه بلوتو، طرح بلوتو غير موجود. العالم عام 1930 بيرتو صار عنده أخطاء حسابية، قال أن هنالك جرم بيد تصير جاذبية فأتوقع هنالك كوكب اسمه بلوتو، خطأ في الحسابات. الآن اكتشفوا لا وجود لشيء اسمه بلوتو، وهذا اللوح عمره 4000 سنة يقول أنه لا يوجد شيء اسمه بلوتو. الوحيد في عام 1956 العراق أراد أن يبني مدينة الألعاب، هذه حفرون وجدوا نظرية طالب مدرسة يحل الدرس بنظرية فيثاغورس المعروفة كانت. بعد ذلك وجدوا في تل محمد نظرية أقليدس. العراقيين في المدرسة يحلون الرياضيات بنظرية فيثاغورس وأقليدس عام 2000 قبل الميلاد، قبل ولادة إقليدس وفيثاغورس بألف وستمائة سنة. وذلك نظرية فيثاغورس وإقليدس معروفة في العراق قبل إقليدس وفيثاغورس بألف وستمائة سنة. إذن إن الرياضيات كانت تطور جدا، وأيضا وكان قد وصل إلى شأن كبير حتى في مكتبة أشور بانيبال. قد يقول قائل بعد شلون وصلت؟ كيف وصلت إلى الإغريق؟
الجواب بسيط. أشور بالي بالي وهو لك أشور في الكنسنس قبل السابع أوجد مكتبة اسمه مكتبة أشور بالي بالي، وضع بها كل علوم الدنيا في ذلك الزمن. حتى أنه عندما يرسل جيوش يقول لهم قبل أن تفعلوا أي شيء آتوني بأي شيء من العلوم، حتى أنه جد رسالة من أحد القواد يقول سيد الملك لم أبقي جلدا ولا عظما ولا أي شيء لم أكتب فيه، ما أكتب كل الجلود اللي كتبت، كل الجلود اللي عندي والعظم اللي عندي كتبت فيه، بعد ما عندي كل شيء كتبت. وذلك جمعها أشور بالي بالي في مكتبة أشور بالي بالي. الإغريق اتصلوا بالحضارة الأشورية في 2005، وذلك اطلع. ومن الأشياء التي عرفوها وجود امرأة اسمها شمرامات أو سميرة نيس كانت تحكم، وبالتالي أوجدوا نظرة قصة غريبة عجيبة، قصة سميرة نيس اللي هي قصة شمرامات العراقية والدة أدد نيران الثالث وزوجة أدد نيران، والدة أدد نيران الرابع وزوجة أدد نيران الثالث في القرن الثاني قبل. فكل الأشياء عرفوها من مكتبة أشور بالي بالي. فإذا الإغريق، شوفوا المسافة بين نينوى والبلاد الإغريق حوالي 2000 كيلومتر، والمسافة بين كريتا الجزيرة اليونانية والإسكندرية 200 ميل. لكن تأثير الحضارة العراقية على الإغريق أكثر من تأثير الحضارة المصرية الأقل. لذلك وجدنا تأثيرات كثيرة في الحضارة الإغريقية يعني بسبب هذا التأثير. أيضا لدينا شخصيات، لدينا نحن في العراق تلاحظون كيلو باترا، ماكو أحد، لا يوجد أحد يعرف كيلو باترا، وكيلو باترا وكيلو باترا وكيلو باترا. كيلو باترا القرن الأول يعني صار 2000 سنة، وكيلو باترا ليست مصرية أساسا إغريقية، وكيلو باترا يعني امرأة استغلت جسدها في أي قائد يأتي تقضي معه وطرا وبالتالي لكي تبقى أميرة. وكيلو باترا وكيلو باترا وكيلو باترا وهي لا مصرية ولا ترى. بينما يوجد لدينا في العراق شاعرة عظيمة اسمها إنخيد وانا بنت سرجون الأكيدي، عام 2150 قبل 2200 قبل الميلاد. إنخيد وانا أو إنخيد وانا، إنخيد وانا التي كتبت الشعر ولديها قصيدة تمجيد الآلهة، وهي سفر كامل في التوراة نصا مأخوذ من قصيدة إن هيدوانا التمجيد في الآلهة. إن هيدوانا سوت مكتبة، أول مكتبة في التاريخ، وسوت بيبلوغرافي، وسوت أيضا كتاب التاريخ مثلا تعطي رقم حرف واسمه حرف وغيرها، وبالتالي تحطها الرفوف، وبالتالي توجد تبويب، أول تبويب مكتبي في التاريخ هو في زمن الأميرة العراقية والشاعرة إنهيد وانا. لا أحد يعرف إنهيد وانا، ليس الكثير يعرف إنهيد وانا، عمر إنهيد وانا. لدينا أيضا عالمة كيميائية اسمها تابوتي، تابوتي من 1002 قبل الميلاد. تابوتي أوجدت مسائل كيميائية عظيمة جدا، وتتكلم عن أشياء ومخترعات ومكتشفات كثيرة في الكيمياء. لا أحد يعرف تابوتي، ونحن نعرف كيلو باترا، ولكن هل نعرف إنهيد وانا؟ وهي ولا نعرف تابوتي، ولا نعرف غيرها
ولا نعرف شمرامات ولا نعرف شخصيات كثيرة في التاريخ. كان عندما تسمع يقول لك القانون الأول في الأرض هو قانون حمورابي. نعم. القانون الأول حمورابي. حمورابي 1850 قبل الميلاد، أو 1800 قبل الميلاد. أتعرفون بأن قانون حمورابي قانون متأخر جدا؟ لدينا قانون أوركاجينا 2550 قبل الميلاد، قبل حمورابي 700 سنة. قانون أوركاجينا. بعد ذلك لدينا قانون أورنومو قبل حمورابي ب 450 سنة، عام أو 350 سنة، عام 2112 قبل الميلاد. قانون أورنومو. بعد ذلك عندنا ليبت أشتار 2000 قبل الميلاد، قبل حمورابي ب 200 سنة. ثم لدينا قانون أشنونة، الدولة العراقية العظيمة التي لا يعرف عنها الكثير، عام 1993 قبل الميلاد، قبل حمورابي ب 180 سنة. السادس أو السابع هو قانون حمورابي. ولكن نحن ماذا نعرف؟ قانون حمورابي. وحمورابي متأخر في قانون في الكتابة 700 سنة. وقد نجد قوانين أخرى، لأن حتى الآن كشف التشريعات. لا نعرف. نعرف بس حمورابي. وحمورابي القوانين مالته مأخوذة من ليبت أشتار وأشنونة وأورنومو وأوركاجينا. نفس حاطين جماحين سووا قانون حمورابي. إذا يوجد تقصير كبير جدا في قبيلتنا. طبعا أنا لا أريد أن أبالغ، عفوا أنا هنا لا أبالغ. يعني طبعا الجريمة الآن، الجريمة الآن أن علماء التاريخ تنحوا جانبا وأخذ الرويبضة كما يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يأتي زمان يتكلم فيه الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال يتكلمون بما لا يعلم. هدية بسيطة جدا من مركزنا لحضرتك على المحاضرة القيمة هذه، ونتمنى لكل موفقية ونجاح دكتور.